في موقف تاني بس ايه هو أنهي موقف؟ أنا مش هنسى موقف الفرح. لما كنا في الفرح عندك اه تمام، وطلعت انا وصلاح طلعنا الشقة في قبليك الأوضة. تمام. اه حصل انت طبعا ايه والله العظيم، كان يوم أنا فرحك، كنت وقافل قلقان، قافل الشقة، قافل الأوضة بالذات الأوضة يعني. صلاح قال لي الأوضة أنا عامل لك مفاجأة في قافل أوضة النوم، أوضة النوم، صح؟ انت قافلها طبعا وسايب الشقة كلها مفتوحة. فانا حصل وهو طالعين نعمل مقلب اصلا يعني، احنا عايزين نعمل حاجه في في اليوم اليوم ده. ده. عايز اقول لك ان انا اقسم بالله، انت كنت مرعوب صح؟ اقسم بالله انا فتحت الدولاب، اقسم بالله فتحت كل حاجه، لان انا قلت متوقع صراحه يكون معايا في اي حته. انا عارف، وانا شفت طبعا الكتاب اللي انتوا كاتبينها لي على الاوضه، هو قال، هو ولابسين تفكيره، هو تفكيره بصراحه تفكيره بسم الله مش معدي المرحله من زمان، ولقيته كاتب بقى على الاوضه وكاتبين رسايل وليا. انا دخلت اقرا الكلام، قلت اكيد في حاجه مش مظبوطه، ادور على صلاح. دخلت فتحت الاوضه، مش بص متاكد ان صلاح ممكن يكون جوه اصلا، تمام. لغايه ما انا كلمتكم في التليفون قلت له احنا مسافرين، انا كنت متاكد ان انتوا جوه، انتوا بتعملوا لي اي حاجه. اه والله لا مش هنقول بقى ايه اللي كان مكتوب على ورق والمناديل، بس مش مشكله يعني. صلاح معظم الوقت كان، او معظم كان بيعمل مثلا جروب على واتساب كده بينه وبينه وجيلاني تمام، دايما احنا الثلاثه يعني. وكان دايما الجروب معمول عشان نقطع في جيلاني تمام. هو كان بيعمل ايه بقى صلاح؟ يجي لي الاول يقول لي بص هنمسكه نفرمه على الجروب تمام، هنعمل عليه حفله وبتاع ويسخن عليه تمام، وكان يروح له يكلمه قبليها ويسخنه عليا تمام، يضرب الناحيتين ببعض وانت ويدخل على تخاف الجروب. على ايه الضرب. هو برضه غلبان بقى وطيب يعني، داخل طيب ايه يا لح، كلام قليل كده تمام، مش عارف انا لا شاكك فيه بس انا انت مش كنت عايز. خطر، او اقسم بالله كنت خطر جدا. وكان يجي يقول لي كده، يقول لي بص يعني، وروح بعت لي انا بقى على الخاص بقى، يقول لي يا اخي سيد بيهزر، اقول له يا عم انتوا الاثنين جاي. لا هو كان بيخبط الناحيتين في بعض وبيخش مؤدب قوي اه تمام. جدا 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 سبحان الله يا اخي، برضه هو دايما بيتسم بحته الذكاء شويه، صحيح. اه انت مش كنت شويه ده شويتين ثلاثه يعني. قعدت انا وهو فتره طويله جدا مع بعض في اوضه واحده، من اول هو ما طلع الفريق الاول. فكان لحد دلوقتي غالبا هو كده يعني، هو مش بيروح لحلاق كتير، فهو بيحلق لنفسه دقنه خاصه يعني، فكنت انا دايما بحلق له دقنه تمام. فهو عنده سوالف رايحه ورا كده تمام، فانا مش عارف اظبطها له. فهو يقول لي طب اظبطها شويه يا عم، انت عامل لك ايه؟ طيب دي رايحه كده انا هظبطها لك ازاي؟ انا مش عارف اعملها لك تمام، هجيب اخرها وانت بقى اتعامل بيها تمام. فهو كان دايما من حاجاته ان هو ما كانش بيحب، ان هو يعني دايما زي ما كابتن جيلاني قال برضو، ان هو مش بيحب الشو كتير، مش بيحب الشكل كتير، مش بيحب الظهور كتير. فكانت دايما دي موجودة قبل كده، فهو حتى ما كانش بيروح للحلاق كتير.